هذا الحديث يتكلم عن وادي العقيق وعن صلاة الركعتين في وادي العقيق، وأنك تدخل في النسك بعد أداء الركعتين، وهذا سبق معنا في كتاب الحج. نعيد السؤال: ما صلة وادي العقيق في من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ واحد، لا هذا بعيد، هذا كلام بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مكانا أصبح ملكا له، لا دليل عليه لا من قريب ولا من بعيد. جواب أحسن. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت من الحقوق العامة المستثنى من جواز الإحجام. ما هي الحقوق العامة في ذلك؟ صلاة ركعتين. أنه صار هو سنة لمن بعده، فإذا أحياه أحد منع الآخرين من تحقيق السنة. يعني أحسن من هيك؟ أحسن من هيك؟ محاولة أخيرة. نعم، هذا هو أفضل الأجوبة، أن الأراضي التي ثبت أنها مباركة وأن فيها فضيلة فهذه لا يصلح لأحد أن يتملكها وتصبح له، لأن هذه الأرض كما قال أخونا هناك أصبحت عامة لجميع المسلمين، فلا ينفع أن يأتي شخص ويقول أنا سأحيي هذه الأرض المباركة. ما هي محياة؟ هي محياة، محياة لأنها مباركة ليست بميتة. فلا يقول أنا أريد أن أبني أو أزرع، لا لا، مجرد أنها مباركة هي محياة ومستثناة. وهذا الذي قاله ابن المنير في كتابه كشف المتواري عن صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب يتكلم عن تراجم أبواب البخاري وصلتها بحديث الباب. وقلنا الإمام البخاري عندما يقول باب ولا يذكر، فيكون الحديث التالي له صلة بالتبويب السابق لكنه ليس بصريح، ليس بمباشر. قال: واعلم أنها مباركة لا تدخل فيها الموات التي يحيى ويملك لما ثبت لها من خصوصية، إلى أن قال: فصارت كلها وقف. إذن الأرض إذا كانت مباركة فهذه يقال هذه وقف لجميع المسلمين، ولا يحل لأحد أن يتملكها ويقول هذه خاصة بي ولا أسمح لأحد أن يدخلها إلا بإذني وما شابه.